قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الاعتقاد القادر بيعلى زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، ومسألة الاستثناء يهيئ إليها ذلك. ولا لابد أن نعلم أن الناس يعني اختلفوا في مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان على طوائف ثلاثة نبينها، ثم بعد ذلك نتكلم على الآيات والأحاديث التي تثبت. أولا، طوائف ثلاثة اختلفوا مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان طرفان ووسط. الطرفان كما قلنا، كل طائفة تنظر بعين العوراء، وأهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين. الطائفة الأولى تنظر بعين العوراء، الخوارج، وهم يقولون الإيمان يزيد ولا ينقص. وقول الخوارج الإيمان يزيد ولا ينقص لأنهم عندهم نقصان الإيمان معناه زواله، نقصان الإيمان عندهم معناه زواله. المرجئة أهل الغلاة فيهم يرون أنه لا يزيد ولا ينقص، مع أن الخوارج يرون الإيمان شيئا واحدا والمرجئة يرون الإيمان شيئا واحدا. أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين ويرون الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. مرجئة الفقهاء أقرب إلى في الكلام على مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، مرجئة الفقهاء أقرب إلى أهل السنة والجماعة منهم من المرجئة الغربية. أما الخوارج فيرون أن الإيمان يزيد ولا ينقص لأن نقصانه معناه زواله، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، ويرون بأن إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل. أهل السنة والجماعة يرون بأن الإيمان حقيقة مركبة والناس تتدرج طبقات ومراتب فيه، تبتدئ من درجة الإسلام، مرتبة الإسلام تعلو وترتقي إلى الإيمان، تعلو وترتقي إلى الإحسان. فكل محسن مؤمن ولا عكس، وكل مؤمن مسلم ولا عكس. نعم، ولكن لابد أن نقول كل مؤمن معه أصل الإسلام، كل مسلم معه أصل الإيمان، ولا بد. وإذا اجتمع افترق كان الإسلام علانية وكان الإيمان ما في القلب، وإذا افترق نزل أحدهما تحت الآخر. وجاء الحديث مسند أحمد وإن كان ضعيفا، الإسلام علانية والإيمان في القلب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت باستقراء الحديث والآيات عند الاجتماع وعند الافتراق. أما عند الاجتماع فحديث جبريل هو فاصل في الخطاب، قال أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. وعند الافتراق حديث وفد عبد القيس، آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ذكر شهادتين، وذكر أيضا يعطوا من الخمس من المغنم، الغرض المقصود ذكر الاعتقاد وذكر أيضا الظاهر. وهنا قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا أتى بالظاهر والباطن. هو الآن عندما ينفرد الإيمان ينزل تحت الإسلام،
وعندما ينفرد الإسلام ينزل تحته الإيمان، بل ممكن يكون الدين بأسره إيمان وإحسان ينزلان تحته. وقد جاء النقل بالإجماع عن علمائنا المتقدمين، وهذا الأهم في العلم، هذا الأهم، العلم في المتقدمين. لذلك قلت مسألة النظر إلى المعاني الكلامية، وهذا ليس من داب المتقدمين بحال من الأحوال، المتقدمين بحال من الأحوال. شوف انظر اتفاق الأئمة الأبرار المتقدمين على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، ردا على الخوارج وردا أيضا على المرجئة. وأما القول بأن مالك قال بالإيمان يزيد فقط ولا ينقص من أجل الآيات، فهذا مردود عليه بأن الآيات فيها ما من الآيات ما دل على النقصان. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أيضا في قول الله جل وعلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا، هذا كله نقصان. وأما الحديث فظاهرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من نقصات عقل ودين أذهب رب الرجل الحازم من كنا. قد جاء النقل عن علمائنا كياحس بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الثوري وهو من أساطين المحدثين، كان يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا يعني من علمائنا إلا سنتنا في الإيمان يقول الإيمان يزيد وأنقص. وأبو عبد الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله قال لأخذ 62 شيخا فذكر عددا منهم ثم قال كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام هلما تسميت من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فسمى أكثر من 130 رجلا من أهل العلم من الصحابة ومن غيرهم، ثم قال هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والجماعة والمعمول به عندنا. وقال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد طيب الله ثراه أجمع 70 رجلا من التابعين وأئمة المسلمين فقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمورا منها الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال أمير المؤمنين في الحديث الإمام الفحل إمام أهل الشأن الإمام البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل، الله أكبر، قال لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار ما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي الإيمان عندنا أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح، قال وقول وعمل يزيد وينقص. على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصورنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة، وذكر 30 عالما. وقال سهل بن المتوكل أدركت 1000 أستاذ وأكثر هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وابن جرير الطبري قال أما القول في الإيمان هل قول وعمل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى أهل الدين والفضل على ذلك. قال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، واعلم أنهم يقولون بذلك معناه أن الإيمان لا يصح من غير العمل قط على ما قال المرجئة، قول وعمل ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أبو الحسن الأشعري قال وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهل به لأن ذلك كفر، وإنما نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا جميعا مؤدين للواجب الذي علينا. وقال ابن أبي زيد القيرواني فصل فيما أجمع عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنة التي خلافها بدعة وضلالة، فذكر أمورا منها أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد ذلك بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال لا محبط للإيمان، ولا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة، الله أكبر. شوف هذا كله نقل حتى نبين لك كيف الرد على المرجئة في هذا الباب. قال ابن بطال المالكي مذهب جماعة أهل السنة والجماعة من سلف الأمة ومن خلفها أيضا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال الحافظ ابن عبد الغني المقدسي في عقيدته اعلم وفقنا الله وإياك أن صالح السلف وخيار الخلف
وسادات الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم، فذكر أمورا ثم قال: والإيمان، بأن الإيمان قول وعمل، ونية يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال ابن القيم: فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال ابن كثير: وهذا مذهب جمهور الأمة، بل حكى غير واحد الإجماع من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد. وقال السفاريني: والذي اعتمده أئمة الأثر وعلماء السلف أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا قد بيناه. فعلى اللبيب أن يفهم ما في الأمر، لأنه من الأهمية بمكان. أما الخوارج كما قلنا يقولون بأنه يزيد ولا ينقص على أصلهم الباطل، والمرجئة عندهم لا ضرر في الزيادة والنقصان، لا يقولون به. نعم. فتبقى لنا مسألة الاستثناء في الإيمان، ولا يكون الاستثناء شكا، إنما وسنة ماضية كما قال القاضي أبو يعلى: ويستثنى في الإيمان، يعني هنا فصل الخطاب ردا على الأحناف، ويستثنى في الإيمان ولا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو. نعم. طب الاستثناء في الإيمان هو التعليق، تعليق الإيمان بالمشيئة، بأن الرجل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. الحق بأن مسألة الاستثناء دي مسألة عجيبة جدا، لأن قد أقول إن الثلاثة، يعني اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، قد أقول الثلاثة على حق، يعني الأقوال الثلاثة على حق، وهذا بتنوع النظر، ثلاث أقوال على حق بتنوع النظر. فالقول الأول قالوا بوجوب الاستثناء، يجب أن يقول المؤمن إن شاء الله، وهذا هو قول الكلابية. والقول الثاني الذين قالوا بتحريمه، وهذا طبعا قول المرجئة والجهمية، ومرجئة الفقهاء قالوا بذلك أيضا. أما القول الثالث فهو النظر بعينين جميلتين، أهل السنة الجماعة هم يقولون جواز الاستثناء وعدم الاستثناء، إن كان عن شك فلا يجوز ولا بد من الجزم، وإن كان على النظرة المستقبلية أو مسألة تزكية النفس فلا بد من الاستثناء. والعجيب أن الماتريدية هم قالوا بأن الإيمان هو التصديق فقط، فقالوا: إن كان التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصان، وأخطأ حتى في التأصيل، بل والله التصديق فيه زيادة ونقصان. أما قال إبراهيم عليه السلام: أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هنا البياقي نفسه وابن الأشاعرة قال بأن هذه فيها دلالة على زيادة التصديق ونقصان التصديق، ولذلك هم منعوا أيضا من الاستثناء كما قلنا كالمرجئة. لما؟ قالوا: لأن الشك، لأن الاستثناء شك، والشك ومن شك في تصديق فهو كافر. طبعا هذا كما قلنا كلام باطل، وبينا حتى في التصديق يكون فيه زيادة ونقصان. أما أهل السنة والجماعة ينظرون في مسألة الاستثناء فيقولون: إن كان المقصود من الاستثناء هو النظر إلى العاقبة والخاتمة، فواجب عليه أن يقول بالاستثناء. إذا نظر الأمر في مسألة الاستثناء هو نظر في إيمانه على العاقبة أو الخاتمة، أنه يختم له بالإيمان وتكون عاقبة الجنان، فواجب على الاستثناء. لما؟ لأن هذا لا يملك أحد إلا من؟ إلا الرحمن سبحانه وجل في علاه، فواجب الاستثناء هنا. وإن كان أيضا تزكية للنفس فواجب عليه الاستثناء، لأنه لا يعلمهم زكاة، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة فقط، أو بيان التعليل أن ما قام بقلبي من الإيمان بمشيئة الله، هذا جائز. وأما من كان في كلامه المسألة على الشك فواجب عليه بالجزم دون الشك. طبعا أخطأ الأحناف عندما قالوا بأن الشافعية قالوا الزواج من نساء الشافعية قياسا على أهل الكتاب، يسمونهم شكاكة. هذا طبعا باطل، يعني كلام باطل صراحة. هذه الملخص الكلام في مسائل الاستثناء والجمع بين جميعها. إذن إذا كان المرء في مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنها على التفصيل، إن صدر منه الاستثناء في الإيمان عن شك، أي عن أي شك في وجود أصل الإيمان ومطلق الإيمان، هذا كفر، هذا كفر ينافي الإيمان، ولأن الإيمان لابد أن يكون بالجزم، فهنا لابد وجوبا ألا يستثني ويقول أنا مؤمن جزما.
أما إن كانت المسألة على التزكية أو المسألة على العاقبة فواجب على الاستثناء، لأن لا يعلم ذلك إلا الله جل في علاه. هذه مسألة الاستثناء في الإيمان. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى القول في الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، إذا افترق إذا اجتمع. قال: والإسلام والإيمان، والإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام في الشرع عبارة عن شهادتين والتصديق، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله نفصله بإذن الله بالأدلة في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.